السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من محاضرتنا الميكرو نيوترينتس. طبعا خلال هذا اللقاء حنتناول الميكرو نيوترينتس، نتعرف على أنواع الميكرو نيوترينتس ونفهم شو هي الميكرو نيوترينتس ومن وين ممكن الحصول على هذه الميكرو نيوترينتس وكيف ممكن الجسم يستخدمها ويستفيد منها هذه الميكرونيوترينتس، ولو صار نقص في الميكرونيوترينتس شو الأعراض اللي ممكن تكون موجودة عندي نتيجة هذا النقص. ميكرونيوترينتس هي smaller amounts than the macronutrients. لو جينا نتعرف على الميكرونيوترينتس من اسمها حنصل لأنه هي أصغر في الحجم من الماكرونيوترينتس، الجزيئات تبعتها ممكن تكون أصغر، الجسم بيحتاجها بكميات أصغر وبكميات أقل بكثير، لأن الماكرونيوترينتس هذه حتعمل على تنظيم العمليات الأيضية داخل الجسم. In general, vitamins are needed to regulate the maintenance and the growth of the body and to control metabolic reactions in the cells. إذن زي ما حكينا الجسم بيحتاج هذه الميكرونيوترينتس لعملية تنظيم العمليات الأيضية، بتلزم لتنظيم العملية النمو اللي بتصير في جسم وخلايا الجسم. Most vitamins are provided to the body through the diet. However, the body can make vitamin D, vitamin K and niacin. أغلب الفيتامينز اللي بيحتاجها الجسم بيحتاجها أو بتم تناولها من خلال الوجبات الغذائية، لكن بدنا نكون عارفين إنه في بعض أنواع الفيتامينز بيقدر أو بيستطيع الجسم إنه يصنعها من أمثلة هذه الفيتامينز اللي الجسم بيقدر يصنعها فيتامين دي، فيتامين كي والنياسين. الآن نيجي نتطلع على الفيتامينز ونتعرف عليها ونشوف وظيفة كل فيتامين قدر الإمكان. فيتامين A طبعا البيئة اللي بيعيش فيها طبعا هو فات سوليبل فيتامين، إذا الفيتامين A موجود في فات سوليبل سبستانس، بنلاقيه في مذاب في بيئة دهنية. Needed for the normal structure and function of the cell. الخلايا بتستخدمه أو بيلزم للخلايا للنورمال فانكشن تبعتها. In the skin and body linings. الخلايا الجلدية، الخلايا المبطنة لأغشية الجسم أو الأغشية المبطنة للجسم. على سبيل المثال for the lungs. The vitamins also help with vision in dim light as well as keeping the immune system healthy. إذا كمان فيتامين A نستفيد منه في عملية الرؤية الليلية الخافتة، لما يصير الجو رؤية خافتة أو في بداية الغروب وبداية الظلام بيساعد في الرؤية في هذه الأوقات. عشان هيك الناس اللي بيكون عندهم نقص في فيتامين A ممكن يسبب حالة اللي احنا بنسميها العشاء الليلي. It's found in two forms. مصادر الفيتامين A مصدرين، مصدر حيواني اللي بسموه الريتينول ومصدر نباتي اللي بسموه كاروتينويدز. المصدر الحيواني اللي هو موجود في اللحوم في من الأساس أو الأساس تبعه موجود في الأغذية اللي مصدرها حيواني، في حين إنه المصدر النباتي هو موجود في الأغذية اللي مصدرها النباتي، وخصوصا زي ما احنا شايفين المانجا، المشمش، الجزر، النباتات أو الأغذية
الملونة أو الفاكهة الملونة. لو حدث أن الواحد تناول كمية فيتامين A بكم كبير أو بكم قليل أو أقل من المطلوب، شو اللي حيصير؟ زي ما حكينا قبل هيك إنه deficiency في فيتامين A حيؤدي إلى ضعف النظر في الرؤية الليلية الخافتة أو في الضوء الخافت، وهذه اللي إحنا بنسميها poor vision في الديم لايت، وممكن توصل لبلايندنس نايت بلايندنس عمى ليلي، أو ممكن في بعض الحالات العشاء الليلي. فيتامين A is stored in the liver and too much vitamin A can be toxic. أكثر مصدر من المصادر الحيوانية غني بفيتامين A هو الكبد، وبدنا نكون عارفين إنه تناول كميات كبيرة من فيتامين A ممكن يكون فيه له توكسيك إفكت وأثر ضار على جسم الإنسان. Consuming too much vitamin A whilst being pregnant has been linked to birth defects. من أمثلة الأضرار اللي ممكن تكون موجودة نتيجة تناول الفيتامين A بكميات كبيرة مع السيدات الحوامل، إنه ممكن الطفل ينولد وفي عنده تشوهات خلقية birth defects. الفيتامين الثاني اللي احنا حنطلع عليه وندرسه ونشوف هو الفيتامين دي. الفيتامين دي needed for the absorption of calcium and phosphorus from food to keep bones healthy. يعتبر فيتامين دي هو حجر الأساس وحجر الزاوية اللي بيعتمد عليه الجسم في عملية امتصاص المعادن، خصوصا الكالسيوم والفوسفور من البلد ستريم وترسيبها في العظم، وبالتالي فيتامين دي يساعد في عملية تقوية العظام بطريقة غير مباشرة. عشان هيك بنلاقي كثير من الكالسيوم الفوسفور ينصح بتناوله مع فيتامين دي، وبيتم تركيب الكالسيوم الى جانب الفيتامين دي عشان الجسم يقدر يعمل له امتصاص ويروح على مكانه المخصص له في العظم. فيتامين دي is found in the diet but most of our vitamin D is made in the body. The action of ultraviolet rays on the skin. ممكن الحصول على فيتامين دي من الدايت، لكن الكمية الأكبر اللي موجودة في جسم الإنسان يقوم الجسم بتصنيعها، وممكن احنا نساعد في عملية التصنيع عن طريق التعرض لأشعة الشمس. الأشعة فوق البنفسجية اللي موجودة في الشمس بتحول الفيتامين اي اللي موجود في زيت الزيتون الى فيتامين دي. وكمثال احنا بننصح فيه الاهل اللي عندهم اطفال وعندهم مشاكل بتتعلق بلين العظام، بنقول لهم انه ادهن الجلد في منطقة الاطراف السفلية بزيت الزيتون وعرض هذا الطفل لأشعة الشمس. أشعة الشمس طبعا الجسم بيمتص الفيتامين A الفيتامين E، زيت الزيتون الموجود في زيت الزيتون والألترا فايلوت اللي موجودة في أشعة الشمس بتحوله وبتساعد الجسم على تحويله إلى فيتامين D، وبيستفيد منه الجسم في عملية ترسيب وامتصاص الكالسيوم من مجرى الدم. فيتامين دي occurs naturally in animal products including fish liver oil، زيت كبد السمك، oil fish زيت السمك، الايج يولك صفار البيض، كل هذا بيحتوي على فيتامين دي بكميات كويسة.
بعض أنواع الحبوب طبعا تحتوي على زيت أو فيتامين دي. الآن too much or too little، لو تناول الإنسان فيتامين دي بكميات قليلة أو كميات كثيرة، شو اللي حيصير؟ نقص فيتامين دي في جسم الإنسان حيؤدي إلى حاجة نسميها ريكتس أو الكساح، the formation of soft bone، حيكون العظم تبع الطفل أو الشخص هذا عظم لين، وهذا بنشوفه عند بعض الأطفال اللي عندهم كساح، إنه بصير في تقوس في الساقين على شكل تقوس في الساقين، bowing of the legs، bowing of the legs. طبعا بيكون شكل الساقين أسفل الركبة بالشكل هذا متقوسات وبدرجات متفاوتة. جزء من العلاج زي ما حكينا التعريض لأشعة الشمس ودهن زيت الزيتون. Deficiency in the adults، هذا بالنسبة للأطفال، لكن بالنسبة للكبار بيسبب حاجة يسموها osteomalacia. إذا مع الصغار بسموه rickets، مع الكبار بسموه osteomalacia، وهذه بتكون على شكل pain and muscular weakness، بصاحبها ألم وضعف واضح في العضلات. فيتامين دي can be stored by the body، ممكن الجسم يخزن فيتامين دي، لكن لو كان في عندي فيتامين دي بكميات كبيرة الجسم ما بيقدر يخزنها، حيصير في عندي lead to excess level of calcium in the blood، حيكون في عندي كميات كبيرة من الكالسيوم في البلد، لأنه الكالسيوم أو الفيتامين دي بيعمل على امتصاص الكالسيوم بشكل كبير جدا. Young children, housebound, older adults and people who practice religious wear their skin must be covered may be at risk of deficiency through lack of exposure of their skin to sunlight. يعني أكثر الناس اللي ممكن يكون في عندهم عرضة لهذه الأمراض الناس اللي ما بتعرضوا لأشعة الشمس لفترات طويلة. فيتامين إي it's a group of similar molecules with common properties and function. هي مجموعة متشابهة من الجزيئات إنها وظائف محددة في جسم الإنسان. الفيتامين إي بيشتغل as antioxidant، مضاد للأكسدة، وبالتالي هو من الشغلات اللي تقي من السرطان. And protect cell in the body against damage، يحافظ على الخلايا ويمنع الضرر اللي ممكن انه يصير في هذه الخلايا. Vitamin E is mainly found in vegetables، منشوف Vitamin E في الزيوت النباتية، زيوت المكسرات، في المكسرات، في البذور، جنين القمح، هذه كلها طبعا غنية بفيتامين إي. ويمكن احنا مشهور عندنا واكثر شيء زيت الزيتون. لو صار تناول لكن للفيتامين إي بكميات اقل، شو اللي حيصير عندي؟ Deficiency in this vitamin is rare because it is so widely available in the diet. بدنا نكون عارفين انه قلما يتعرض الإنسان إلى deficiency of vitamin E، لأنه متوافر تقريبا في كل الوجبات اللي إحنا بناخدها وبنتناولها. In very rare cases neurological disabilities such as lost reflexes have developed. يمكن هذه من الشغلات النادرة اللي ممكن تصير، إنه نتيجة نقص vitamin E إنه يصير عندي lost reflexes. فيتامين اي has low toxicity، ما في له تأثير التوكسيك افكت،
عشان هيك تناول كميات كبيرة من الفيتامين اي ممكن بس يتداخل مع عملية امتصاص للفيتامين اي، يعني ما في له توكسيك افكت الكبير، لكن يعيق الجسم من عملية امتصاص فيتامين اي اذا كان تناول فيتامين اي بكميات كبيرة جدا. فيتامين كي it is needed for the normal clotting of the blood and it is also required for normal bone structure. إذا نيجي لفيتامين كي حنلاقي إنه هو مهم، نعرف إنه هو مهم جدا في عملية clotting of the blood، في عملية تجلط الدم اللي بتصير نتيجة الجروح. Infants are given vitamin K at birth. بعض الأطفال بيعطوهم فيتامين كي عند الولادة. فيتامين كي is also produced by the bacteria in the gut. طبعا الأطفال بيعطوا فيتامين اي عند الولادة لأنه البكتيريا اللي موجودة في الأمعاء لسه ما بتكون فعالة، فبيعطوهم هذا الفيتامين كنوع من التعويض. وين ممكن نشوف فيتامين كي في المنتجات النباتية وفي النباتات والمأكولات اللي احنا بناكلها؟ تقريبا green leafy vegetables، كل الخضروات اللي لونها اخضر، الملفوف، بروكلي، جزر، الخس، او انا اسف، وين ممكن نشوفه؟ في كل المنتجات الليفي vegetables، green leafy vegetables زي الخس، الملفوف، بروكلي، السبانخ، كلها ممكن تكون طبعا مصادر غنية بفيتامين كي. اذا قلنا فيتامين كي قلما انه يصير نادر عند الحدوث او ديفيشنسي في فيتامين كي، قلما انه نلاقيه عند الكبار، لكن ممكن نشوفه مع حالات النيو بيبيز اللي بنولدوا جديد، اللي بيكونوا طبعا زي ما قلنا الامعاء او البكتيريا اللي في الامعاء ما بتكون فعالة وبتنتج هذا الفيتامين حتى يعني في اول الولادة. فيتامين بي، طبعا في عنا مجموعة من الفيتامين بي، وأول واحد من هذه البي 1 اللي بنتعارف عليه بسموه ثيامين. الفيتامين بي 1 هو الثيامين، وحنلاقي إنه كل مجموعة البي 1 مشتركة في إنها release energy from the food، وبالذات from carbohydrate، بتساعد الجسم على إنه ينتج الطاقة من الكربوهيدرات اللي بياخدها في الأكل. It is also involved in the normal function of the nervous system and the heart. شغلة تانية مهمة لموضوع الفيتامين بي إنه هي تساعد في الفانكشن الخاصة بالجهاز العصبي. إذا تغذية الجهاز العصبي هي فيتامينز بي، مجموعة فيتامينات بي. كمان تساعد في الهارت فانكشن. وين ممكن احنا نشوف الثيامين اللي هو بي 1؟ في كل البقوليات، المكسرات، اللحوم، الفواكه، الخضروات، كل هذه طبعا تعتبر مواد غنية بفيتامين بي 1 او الثيامين. تو ماتش intake or too little intake of thiamine، شو اللي حيصير؟ الثيامين deficiency ممكن يؤدي الى development of disease بسموه بيري بيري. مرض البيري بيري هذا طبعا اهم الاعراض اللي بتكون موجودة فيه الفتيك، weakness of the legs and anorexia، فقدان الشهية.
بيكون هذا الشخص اللي عنده مرض البريمري بيتعب من اي مجهود، ضعف واضح وبشكل كبير جدا في العضلات، دائما مجهد هزيل، بالاضافه الى فقدان الشهيه. As the body excrete an excess thiamine, there is no evidence of any toxic effect of thiamine. اذا الجسم بيقدر انه يتخلص من الكميه الزائده من الثيامين، وبالتالي ليس هناك اي توكسيك افكت لزياده فيتامين بي 1 في جسم الانسان. فيتامين الثاني ريبوفلافين اللي هو بنسميه احنا فيتامين بي 2 needed for release of energy زي ما حكينا من الكربوهيدرات بروتين الفات من اغلب انواع الاكل بيلزم عشان نستخرج الطاقة او عشان الجسم يستخرج الطاقة منها بيلزم انه يكون في عندي فيتامين بي 2. It's also involved in the transport and metabolism of iron عملية نقل والميتابوليزم تبعت الحديد في جسم الانسان اللي هي مهمة جدا لبناء الخلايا وبناء الخلايا السكن والبادي لينكس. الريبوفلافين او البي 2 موجود في الحليب، موجود في البيض، موجود في الرز، في كثير من المنتجات الغذائية المتوفرة. قلما نلاقي انه في عندنا ديفيشنسي في الفيتامين بي 2، لكن لو صار في عندي بعض الحالات انه يصير عندهم فيتامين بي 2 ديفيشنسي ممكن يصير في عندي tongues, lips, skin become affected when the body is low، يعني ممكن يكون تأثيرهم على اللسان والشفتين والجلد، وبالتالي الجسم زي ما حكينا انه بيتخلص من كميات الثيامين من الريبوفلافين، كمان بيقدر يتخلص من الريبوفلافين، وبالتالي مش حيكون في عنا التوكسيك افكت الخاص بتناول كمية كبيرة من الريبوفلافين. فيتامين بي 3 النياسين لاحظوا انه هو مشترك مع باقي مجموعة البي فيتامينز في انه عملية releasing energy from food، releasing energy from food, structure of skin and body linings, normal function of the nervous system. اذا هذه هي اهم الوظائف اللي بيكون فيها فيتامين بي 3، وتقريبا اغلب او مجموعة البي كلها البي فيتامينز كلها مشتركة في هذه الوظائف. وين ممكن نشوف فيتامين بي 3 نياسين؟ ممكن نشوفه في اللحوم، في القمح، ممكن طبعا في بعض أنواع الدقيق، البيض، منتجات الألبان، الخميرة، ممكن كلها هذه تحتوي على البي 3 أو النيسين. Too much or too little of vitamin B3 حنلاقي إنه في عملية النقص ممكن تؤدي إلى مرض يسموه باللاجرا. Symptoms حيكون في dermatitis، التهاب في الجلد، دمنشيا ودياريا، الإسهال، الخرف، ممكن هذه تكون أعراض للبلاغرا. قلما نلاقي أعراض خاصة بزيادة تناول الفيتامين بي 3. No toxic effect for 3 vitamins B1, B2, B3.
فيتامين آخر حنشوفه من مجموعة الفيتامين بي البي 12، وهذا طبعا مرتبط بالفورميشن of red blood cells، بالإضافة إلى normal function of the nervous system، help to release food or help to release energy from food. Vitamin B is found animal products. Plant products do not provide any vitamin B12. فبدكم تاخذوا بالكم من هذه النقطة، إنه فيتامين B12 ما بيزود، ما بيكون موجود في المصادر النباتية، لازم يكون كله مصدر حيواني. Deficiency of vitamin B12 ممكن يؤدي إلى pernicious anemia. It can also lead to some neurological problems. Deficiency is rare, but may be problem for people with strict vegetarian diet. الناس اللي عندهم أو خلينا نقول الناس الفيجيتيريان النباتيين، هذول اللي ممكن يصير عندهم بعض المشاكل ناتجة عن نقص فيتامين بي 12، لأنه مش موجود الفيتامين بي 12 في مصادر الأغذية أو الأغذية اللي من مصادر نباتية.